تحليل الرياض لكل حضور الكرام كل الشبيبات كل احزاب ومناضلين من هذه البلاد. اعتقد ان الموضوع اليوم موضوع حساس جدا حول العزوف السياسي للشباب في هذه البلاد، وكما نعرف جميعا بان حكومتنا او النظام الذي يسير هذه البلاد يضع لنا رقعة محدودة جدا من أجل الممارسة السياسية، وهذا هو السبب الوحيد الأوحد الذي أراه أنا يعكس عزوف الشباب عن السياسة. وهناك مسألة أخرى ألا وهي مسألة القيادات السياسية. دائما ما نسمع عن مسألة القيادات السياسية، مسألة البرلمانيين إذا يحكمون في الأحزاب، مسألة يمكن أن نقول عليها أنها ميراث عائلي أو ميراث لقومية معينة أو ديانة معينة. عندما نتحدث عن قيادة السياسة في هذه البلاد فهناك كتاب كان يتحدث عن الأحزاب والقوى السياسية المغربية بتسير منذ نشأتها، وكان يقول في المقدمة بأن النشأة السياسي المغربي هو عبارة عن لوحة فنية فسيفسائية تتميز بتخللات وتناقضات على المستوى الفكري والمرجعي إلى أي حزب حزب. وكما يقومون باستقطابنا كشباب لهذه الأحزاب لا يدفعوننا إلى المفاجئ وإلى نضال معين، فإننا عندما نتخبط كمثال عندما نجد حزب سياسي في حكومة يتحالف مع حزب سياسي آخر نريد أن نقارن مرجعية هذه الأحزاب، فنجد حزبا يتبنى ما يسمى بالظلامية الفكرية وحزب آخر يتبنى ما يسمى بالاشتراكية النمطية. هذه الاختلافات على المستوى الفكري أي المرجعية النضالية لكل حزب هي التي تؤدي إلى هذه الكوارث على المستوى الواقعي، هي التي تؤدي إلى عزوف الشباب عن الممارسة السياسية الجادة والضرورية بل والذكية أيضا على هذه المستويات. إذن كي نستشف من هذه المداخلة أعتقد أن خلاصتي ستكون حول المحاربة للفساد، المحاربة للقيادات السياسية التي تسمي نفسها قيادة تاريخية رغم أن النضال لم يكن على المستوى التاريخي أو المستوى المادي التاريخي، إنما النضال يكون على المستوى المستقبلي ومستوى النظرة الشاملة من أجل اسمح لي كنت تفوت قليلا من أجل المرور بالشعب المغربي ككل إلى عتبة الأمان ألا وهو الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة. وشكرا. نرجو الالتزام بالوقت.